هنتكلم دلوقتي على المودفايرز اللي بتتحط على الاشكال ال 3D. احنا اتكلمنا عن المودفايرز اللي بتتحط على الاشكال ال 2D وخلصناها. في الاشكال بقى اللي بتتحط على 3D شيبس، يعني لازم المودفاير ده هيتحط، ما ينفعش ان انا ارسم له خط ولا ارسم له دايرة، لازم ارسم له مثلا بوكس، لازم ارسم له بوكس عشان اقدر احط المودفايرز دي. اول مودفايرز عندنا البند. البند لو انا جيت من هنا وحطيت من هنا مودفاير اسمه بند، المودفاير هبتدي العب فيه ابتدى يعمل لي بند للبوكس. بس انا ملاحظ حاجة، ان البوكس ده مش بيطاوع المودفايرز ان هو يتنى، مش بيطاوع المودفايرز ان هو يتعمل له بند. تمام؟ ليه؟ لان البوكس جواه، لو انا مسكت البوكس كده نزلت من هنا جواه سيجمنت، لو انا عملت اف 4 هلاحظ ان جواه سيجمنت. لو زودت سيجمنت في الارتفاع بص يحصل في البوكس يتكسر كمان 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 كمان، ابتدى يطاوع المودفاير اللي محطوط فوقيه. تمام؟ منساش ان احنا عندنا اللمبه بتاعه المودفاير نشوفه ايه ونقفله. لكن السيجمنت دي ممكن ملهاش لازمه، السيجمنت دي ملهاش لازمه، يبقى السيجمنت دي لها لازمه. تمام؟ طب لو رجعت تاني في البند ممكن ازود الانجل، ممكن اقللها. تمام؟ وممكن ان انا ادي دايركشن. الدايركشن يعني معناها ان انا ايه، بديله اتجاه للدوران. اوكي؟ وممكن ان انا اقول له اتجاه الدوران ده على انه محور، على الاكس او الواي او الزد. يبقى انا محتاج سيجمنت عشان يبان معايا. ارجع تاني على البوكس احط هنا سيجمنت واحط هنا سيجمنت. لو رجعت تاني يبقى ده كان الزد، ده كده الاكس واتجاه الدوران بتاعه اهو اتجاه البند، وده كده الواي اتجاه البند اهو. تمام؟ في عندنا حاجة اسمها الليمت. تعال نرجع تاني على اتجاه الزد كده. الليمت ده ان هو ايه، انا مش عايز البوكس كله يبقى متني، انا عايز جزء منه. فبعمل ايه، فبحدد الليمت وبكده بعلي المودفايرز بتاعي كده، فهتلاحظوا ايه، ان لما شغلت الليمت افكت بقى الجزء ده متني، لكن الجزء الاخير مش ايه، مش متني. كمان انا عندي من هنا في جزمه، ممكن اعمل له سكيل، وممكن ان انا الف في الجزمه يديني اشكال تانية للايه، للمربع. تمام؟ مودفاير بسيط جدا البند، ولكن ايه مهم ان انا بس بستخدمه ان انا بعمل بيه اشكال كتيرة. طيب تعالوا كده ما ناخد براكتس عليه. لو انا عايز اعمل نجفة، نجفة دي تبقى عبارة عن حتة ازازة كده بس طالعة على شكل كورة من ناحيتين، هاجي ارسم البوكس اللي هو يعتبر ايه السمك بتاع النجفة، وهبتدي اقول له سيجمنت مفيش، الارتفاع بتاعه قليل جدا، وهزود سيجمنت في المستوى ده والمستوى ده، وهحط المودفاير بند وحطني البوكس ده على محور اكس. تمام؟ وهخلي الدايركشن بتاعه 90 درجة، مية وتمانين درجة، فتنا لإيه؟ لفوق. تمام؟ وبعدين هبتدي أزود الإيه؟
تاني. لو عايزه اتني كمان كده في الاتجاه ده كده تبقى متني كده، هحط عليه كمان بند. ينفع احط 2 بند؟ اه هحط كمان بند اهو. البند بقى ده يمسك الاتنين دول ويعمل لهم بند. تعال نشوف على المحور، اختار برضو المحور اللي انا عايزه. تمام، وهبتدي ان انا ازود البند بتاعي. همسك الجزمه واعمل له روتيشن بزاوية 45 درجة. وابتدي ان انا اعمل له روتيشن كده. هكتب هنا 180 درجة. فهنلاحظ طلع معانا ايه بقى، شكل عامل زي الطبق او زي النجفة مثلا، اللي هو واخد بند من، نشيل F4 عشان نشوف الشكل، ونشيل الشبكة بحرف الجي. واخد بند من ايه، من جميع الاطراف. بصوا من هنا وهنا واخد كيرف، ومن هنا ومن هنا ايه واخد كيرف. كان براكتس بسيط على البند. في برضو اللي شبه البند حاجة اسمها تيبر. تيبر لو انا رسمت بوكس حطيت عليه موديفاير اسمه تيبر، حرف التي على الكيبورد، الموديفاير اللي اسمه تيبر هبتدي ان انا اعلي الاماونت بتاعه. او اقلله. تمام، عمل لي ايه، عمل لي التابنج او قلل لي في الشكل. طيب هزود سيجمنت هنا، هخلي دول 10 10 10. ممكن اعمل F4. بصوا بقى في التيبر في كيرف، لما كنتش زودت السيجمنت ما كانش هيبان معايا الحركه دي. كمان التيبنج ليه حاجه اسمها مستوى التيبنج اكسس، لا على الاكس يا على الواي يا على الزي. وممكن ليه افكت، الافكت ده لو جيت شفت كده التيبر من هنا، هلاقي هنا في تيبنج في الفرونت وفي تيبنج في الليفت، يعني سواء بصيت له كده او بصيت له كده. ممكن اقول له التيبنج ده يبقى على الاكس. بص التيبنج بقى موجود من هنا وموجود من هنا، كان مش موجود فين، في الليفت. ممكن اقول له على الواي، اتشال من هنا واتحط فين، هنا. يعني لما ابص كده اشوف في ايه في التيبر، لما ابص كده ما اشوفش، اشوفه مستطيل عادي او على الاتنين. وبرضه في الليميت افكت ان انا احدد قد ايه التيبر عايزه يطلع ويقل. في عندي الجزم برضه بتاعه، ممكن العب في الجزم سواء بالبوزيتيف او بالنيجاتيف. اوكي ريسيت. في عندي التويست، التويست برضو شبههم. لو انا عندي بوكس البوكس ده هزود له سيجمنت واحط عليه موديفاير اسمه تويست. ممكن اعلي الاماونت شويه كده فاشوف حصل ايه تويست في الشكل.
لو انا عليت كمان البايس، التويست ده يبتدي ليه ضغط من فوق او من تحت، والتويست يا اما على الاكس يا اما على الواي يا اما على الزد. وبرضه ليميت ايه، ليميت افكت. بكده احنا خلصنا التلاتة دول، بند والتيبر والتويست، وهنتكلم بعد كده على انواع اخرى من المودفايرز.